رجل سافر من الرياض الى جدة لكي يشارك في دفن احد اقاربه، وعند وصوله امر اهل الميت بان يصلى عليه في الحرم ويدفن في مكة، ولكن هذا الرجل لم يحرم بالعمرة، فما الحكم؟ اذا كما اراد عمره لا حرج، دخول مكة مو لازم عمره حج، اذا كما اراد عمره ولا حج ما عليه احرام، انما الاحرام الذي ياتي مكة لحج او لقصد عمره، اما اذا اتاها لحضور جنازة او لاجل تجارة او لزيارة قريب او ما اشبه ذلك فليس عليه احرام، لكن لو احرم بعمره يكون افضل من الميقات.